سلمي بابا. ميرسي بابي. عقبال 100 سنة يا عمري. ميرسي مامي. إن شاء الله السنة الجاية بشوفك عروس يا رب. إن شاء الله يا رب. أنا وياكي بموت. إن شاء الله ألف مبروك يا روح تيتي. ميرسي تيتي. الله يبعث لك حظ مثل حظ ستي. يسلم هالسنة يا كريم. شكرا جدو. إن شاء الله السنة الجاية بكون تعافيتي من مرض الكذب. هذا المرض ميؤوس منه. لا ترجع اليوم مايا، كل سنة انت سالت. ما حدا غيرك داعمني يا صديقي. اكذبي قد ما بدك، بس المهم الكذب ما يوصلك على المحاكم. اه هاي احسن شيء. ساعات رح تحتاجيني. كل سنة وانت سالمة يا رب. كل سنة وانت سالمة حبيبتي. وانت سالمة خالته. العمر كله. عيوني يا شيخ. شكرا عمو. كل سنة وانت سالمة. وانتي سالمة شادو. تعيشي وتعملي اعياد ميلاد يا مايا. شكرا برهوم. ميرسي انتي سالمة مايا. وانتي سالمة نارا. استالك كثير حلو. ميرسي. استاذ عادل تليفون الك. الي انا؟ ايه وحدة بدها الاستاذ عادل. شو؟ كاني سمعت وحدة. طيب يا عمو عادل. طب احكي لي اياها. على مهلكم يا جماعة رح تصيبوا بالعين. يلا تفضلوا يا جماعة تفضلوا. يلا تفضل. الو؟ هيك ما بتعزمني على عيد الميلاد؟ ألو مين عم يحكي؟ يعني لازم يكون وحدة من العيلة لحتى انعزم؟ ممكن أعرف مين عم يحكي؟ بسرعة بكتر حلويات، بخاف عليك من زيادة الشحوم. ألو؟ ألو؟ مين عادل؟ ما بعرف. يعني هلا معقول الواحد يجي تليفون على بيت مو بيته وما يكون بيعرفه؟ واضح إنه في حدا عم يعاكس يا جماعة. مرت عمي معها حق. هاي المرة عم تطلبني بالاسم، بس لي أنا مستغرب كيف عرفت إني أنا هون وكيف عرفت رقم التليفون. إيه بس باين أنت حاططك ببالها على المظبوط يا عادل. أنا سمعنا الأخبار الطيبة يا عادل. عادل قول الحقيقة ولا تخجل، نحن عائلة واحدة ما في حدا غريب. تذكر بجوز أنت عاطية الرقم. شغلة نجيب، وين راح خيالك؟ روح يا نجيب الله يبعث لك وحدة تلحقك من بيت لبيت. والله بركي بيت له. إيه ما أنا لهون بدي أوصل. شو برهوم مستعجل علي كثير، إن شاء الله أنت بتسبقني. والله بركي بخنق بالمخدة. هلا أنت لو ما كنت أرمل كنت خربت لك بيت. الحمد لله انا ما عندي حدا خاف عليه. وعادل كمان مرتاح لانه ما في عليه راقو. شو قصدك مالي؟ معتبرني راقوب عليه؟ لا 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 انا ما بصدق. لا ابدا فاتن. لا على كل انا مو فارقه معي، يلاقي احلى واحسن مني وانا ما بزعل. مزبوط مستحيل يلاقي. والله ما في حدا على راسه خيمه. والله هالتليفون جاب مشاكل اكثر ما عمل منافع. قصدك فرج الناس على حقيقتها؟ الحمد لله على صفحتي نظيفه. شو بيعرفني؟ ضلينا 10 سنين بلا تليفون. يا لطيف ما بعرفك.